واش الدراري السلام عليكم مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو الدراري جبت لكم واحد الطريقه اللي هربانه ديال بصح باش تطلعوا من الكرافي وتهبطوا من اللاج الاف بي اس بزاف الدراري. الطريقه كيخدموا بها البرازيليين بزاف الدراري. وفي هذا الفيديو الدراري جبتها لكم بواحد الشرح اللي مبسط ديال بصح، يعني واحد جوج دقائق ديال وقتك غتركز مع الفيديو غادي تفهم البلان كامل وغتمشي تجربوا. تنتمنى الدراري وتنتمنى منكم الدراري تخليوا لنا اللايكات ديالكم، نوصلوا هذا الفيديو شي 3K ديال لي لايك ولي كومونتير. الدراري كل واحد يكتب 10 لي كومونتير باش الفيديو يبقى يتريكوموند عند ناس اخرين. واللي عنده اي مشكل ولا شي حاجه يدوز عندي الانستغرام، تما غادي نقدر نتواصل انا وياه ويقول لي المشكل اللي عنده ولا عرفت الحل ديالو علاش ما نعاونوش. هذا هو البلان، ما تنساوش تخليو لنا لايك كما قلت لكم. خليكم مع الفيديو ما نزيدش نطول عليكم. المهم الدراري قبل ما نبدا الفيديو جبت لكم هاد الابليكاسيون جيت انستا. بزاف ديال الدراري كيبغيو يزيدوا الفولورز ديالهم وما كيعرفوش الطريقه كيفاش. هاد الابليكاسيون الدراري كتوريكم هاد الطريقه جيت انستا. الدراري غتلقاو اللينك ديالها في الديسكريبشن، غتدخلوا ليها بحال هكا غتانستاليوها، من بعد غتلونسيوها بحال هكا. غادي تدخلوا الكونت ديالكم جيميل وتدخلوا السميه ديالكم. الطريقه باش كتخدم هاد الابليكاسيون الدراري هي بحال كتبادل الاشتراكات، يعني كتفولو عند وحدين وكتفولو عندك، دير لايكات لوحدين كيديروا لايكات لك بحال هكا. المهم يعني بنادم وحقيقي يعني نسى عليك ديك القضيه ديال غيتبان لك الانستغرام ولا شي حاجه. المهم الدراري العمليه كتبدا الدراري بحال هكا، تتوركوا اللايك كيعطيوكم زائد 20 بوينز، يعني كانت عندي في الاول 650 دابا ولات 670. بحال هكا بحال هكا كتبقى دير هذه العمليه تتكررها ديما، وبعض المرات كيعطيوك شي جواهر من عندهم. هما دابا عطاوني 53. من بعد الدراري من هنا كتحولوا من هاد الكوينز الفولورز ولايكات ولا شنو بغيتوا نتوما. كما كتلاحظوا الدراري غنشري 50 فولو و50 لايك ب 7000 ديال لي كوينز الدراري. غنوركوا عليها بحال هكا الدراري، كليكيو على هادي الدراري بحال هكا. كما كتلاحظوا العمليه تمت بنجاح. تقدر دير ماكرو وغادي تمشي. كما كتلاحظوا غير فولو وحده عليها 100 كوينز، يعني تقدر تدير ماكرو هنايا وتخليه خدام وتمشي تقمد راسك ولا تمشي دير اي حاجه في حياتك وغادي يبقى يجمع لك هذا الشيء الدراري. غدير ماكرو بواحد الطريقه سهله كما وريتكم الدراري. الصراحه هربانه بزاف الدراري. وكاينه طريقه اخرى الا بغيتي تحصل هاد الكوينز بلا ما تبقى تعذب راسك، هي انك تشريه. كما كتلاحظوا اثمنه رخيص بزاف، كتبدا من 26 درهم الدراري. كما كتلاحظوا كيعطيوك 5000 كوينز، وكاين 44 درهم كيعطيوك 10000 كوينز، وانت غادي وطالع كما كتلاحظوا. كما قلت لكم الدراري غتلقاو اللينك ديالو في الديسكريبشن. الناس اللي كيبغيو يزيدوا الفولورز واللايكات هاد الابليكاسيون غتخدم لكم ديال بصح. كنبغيكم بزاف الدراري ما نزيدش نطول عليكم، نخليكم على الفيديو. المهم الدراري كما كتلاحظوا غتوليو تلعبوا بهاد الكاليتي الدراري كما كتلاحظوا بحال ديال البرازيليين. الصراحه انا بالتجربه ديالي الاف بي اس ولا طالع بزاف الدراري، ما بقاش كذاك الدروب داك المتمشكله ديال والو ما بقاتش، وحتى الام كيولي لي ناضي الدراري، يعني الدقه كتمشي للراس، الراس كيولي عريض كيبان لكم مزيان الدراري واضح. والناس اللي كيلعبوا بالاوا ام مزيانه لكم بزاف كاع الدراري، يعني الراس كيولي كيبان لك كبير، يعني ماشي بحال الاخرى كيبان لك الراس غير صغير. وداكشي ناضي الدراري الصراحه. الطريقه ديالها الدراري غتخليكم مع الفيديو. اول حاجه الدراري غادي تروتيو البلوستاك ولا الام اس اي ولا اي ايميلاتور كتلعبوا به غير روتيو. الطريقه ديال الروت ديال البلوستاك راه ماشي اول مره كنوريها لكم، ديما كنوريها لكم، يعني طريقه سهله جدا. اول حاجه الدراري ديروا فور سكيل بي اس، من بعد كتدخلوا للروت، غادي تجيو هنا غديروا ان لوك الدراري بحال هكا. غتخليوا هذا العداد كيحسب لكم بحال هكا، كيشي مالك نتوما غتبقاو رايحين وهو كيحسب لكم. من بعد صاحبي العزيز غتدخل هنايا غدير ستارت بي اس، يعني الطريقه ديال الروت تنظن اي واحد كيلعب في بي سي عارفها، سهله جدا الدراري. من بعد الدراري غتدخلوا هنا غتكليكيو بحال هكا، دخلوا لي اس تويكر وغادي تدخلوا للروت وغديروا باتش. غتلقاو الترو هنايا في الاخر، عرفوا راه تمت العمليه بنجاح. من بعد غادي نسدوا بلوستك ونعاودو نحلوه وصافي. دابا الروت ولا خدام عندنا الدراري كما كتلاحظوا. اول حاجه الدراري غندخلوا لهاد سكرين شيفت، غتلقاو اللينك ديالو في الديسكريبشن الدراري. من بعد ما غتدخلوه غادي ندخلوا ليه بحال هكا. نتوما في الاول غتلقاو هادي بحال هكا، غتلقاو بحال هاد الشكل نتوما في الاول. اول حاجه غديروها هي غتفعلوا هادي الدراري بحال هكا، وغادي ديروا يس وغتفعلوا هادي. وهنا الدراري غادي ديروا 1680 بحال هكا الدراري. من بعد الدراري غتجيو لهنايا وتلونسيو فري فاير عادي بحال هكا. ملي توصل لكم هاد الواجهه الدراري باش تلونسيو فري فاير غترجعوا للسكرين شيفت من هنايا، غادي تلقاو هاد السكرين شيفت مكروشيه نتوما غادي تحيدوها بحال هكا. من بعد غترجعوا للفري فاير كما كتلاحظوا. كما كتلاحظوا دابا راه خدم هاد الشيء الدراري، شوفوا الكاليتي كي غتولي اللعاب، غيولي عندك قصيور ومطيور الدراري. ندخلوا لونطريمون الدراري باش نشوفوا هاد الشيء كيف داير. اول مره غتلقى الكونترول عندك مخربق، وغتلقى السانسي ديال الفري فاير مبدله عندك، غتلقاها خفيفه غتلقاها ثقيله، انت غتعدل عليها
خاطرك وكتبوا لي في لي كومونتير التجربه اللي غادي تجيكم. اف بي اس الدراري كل ما كان عندكم بي سي ناقص الدراري غادي تنقصوا في الريزوليسيون، دير في بلس 1080 دير 768 غادي تولي عندك الاف بي اس طالع ديال بصح زيرو دروب. ثقوا بيا الدراري هادي كيخدموا بها كاع اليوتيوبرز البرازيليين الدراري اللي كتشوفوا تيلعبوا بهذه الطريقه. شوفوا كما كتلاحظوا اللعبه سموت بزاف الدراري والام فيها هربان الصراحه. انا ما حاكمش الام اس اي بزاف الدراري، مي غادي ندخل لونطريمون ونشوف هذا الشيء كيف داير. الراس يعني الراس كيبان لك، يعني تلعب فول كونترول غضرب هيد الراس كيبان كبير. لعب قصيب بوني، لعب سنفور انايا ساكورا سنفور. واش نقول لك، واش انا كنضرب وان طاب. هذا معصب هذا صح. واش نقول لك، كما كتشوفوا راه الاف بي اس ما كينطيحش كاع الدراري، شي حاجه اللي ناضيه بزاف. ايوا حدا هو مع الاف بي اس نساو الايم الدراري، حيتاش انا اصلا ما باغيش نوريكم الايم ديالي حيت انا الايم ديالي هربان بزاف، باغي نوريكم غير الاف بي اس. ايوا عجاجه ديال الصفر الدراري. بزاف ديال الحمر شويه ديال الصفر الدراري راكم عارفين. زيد في الاكريك بزاف خصني نقص منه. المهم بلا ما نطولوا الفيديو الدراري، وريتكم البلان كيف داير، بلان ساهل بزاف الدراري. ليانات كاملين غتلقاهم في الديسكريبشن. كنبغيكم بزاف الدراري، ما تنساوش خليو لنا واحد لايك كومونتير، عندك اي سؤال دوز عندي الانستغرام. كنبغيكم بزاف الدراري كما كنصاو، نتلاقاو في فيديو جديد. بيكس.